شكرا محمد. اهلا مشاهدين العالم في العالمين من جديد من هنا من منطقه النورث سكوير. منطقه النورث سكوير هي من اهم المناطق التجاريه الترفيهيه في مدينه العالمين، واللي بتقع على مساحه 164 الف متر مكعب، وتحوى اكثر من عدد من المحلات التجاريه للماركات العالميه وايضا اماكن للترفيه، وهي المنطقه الترفيهيه التجاريه الاولى التي تطل على البحر مباشره في الساحل الشمالي الغربي بأكمله. لكن هنتقل مع حضراتكم إلى الحفلات الغنائية التي تنتظر مدينة العالمين غدا، وتنتظر مهرجان مدينة العالمين غدا، وبعد غدا حفلة الفنان العراقي كاظم الساهر في تمام، تبدأ في تمام العاشرة، والتي قد أعلنت شركة تذكرتي عن بدء نفاذ تذاكر هذه الحفلة، و والجمعة حفلة للفنانة ماجدة الرومي. لكن الجديد يعني المستحدث هو إعلان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمهرجان مدينة العالمين عن حفلة من أقوى حفلات المهرجان في 16 أغسطس، وهي حفلة للنجمة حمزة نمرة والنجمة الجزائرية سعاد ماسي وفرقة مسار إجباري في ميوزك أرينا. يعني ده أبرز ما جاء عن الحفلات الغنائية والفنية في مهرجان مدينة العالمين. هنتقل الآن إلى زميلي عمرو موسى في منطقة الممشى السياحي. إليك عمرو. يعني مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم تابعتوا في خلال تغطيتنا الخاصه في لبرنامج العالم في العالمين من خلال زملائي الكرام المتواجدين في نقاط مختلفه من مدينه العالمين، سواء في النورث سكوير او في المنطقه الترفيهيه او في المنطقه الثقافيه، وكميه وعدد الفعاليات التي انتهت هذا اليوم والتي تم انعقادها على مدار اليوم والمستمره حتى 30 من اغسطس في هذا المهرجان الذي غير شكل المهرجانات في العالم. هذا المهرجان الذي يضم عدد مختلف من الفعاليات والانشطه المختلفه ويرحب بالساده الزائرين والزوار من مختلف دول العالم. بشكر زمايلي الكرام على هذه التغطيه، محمد الجباس ومحمد شاهين ومحمد زهران، وبتمنى لحضراتكم دائما طيب المتابعه، وتابعوا حضراتكم على هاشتاج على السوشيال ميديا العالم في العالمين. بتمنى لحضراتكم طيب المتابعه، ونلتقي حضراتكم في تغطيات اخرى ان شاء الله على خير.